prénom. قمنا بتطوير مشروع يوزر تشيك باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هذا المشروع موجه لمستثمرين لتربية الدواجن والطيور. عندنا لولا كامل رانا نتحكموا في الانفيرونمون تاعنا من ناحية التمبيراتور، صادير نرفعوا ونهودوا في درجة الحرارة، نوفروا البيئة المثالية باش يعيش فيها الدجاج. عندنا الشطر الثاني من المشروع تاعنا اللي هو تتبع تاع لي بولي بالكاميرا واكزاكتومون بالتراكين، واش هذه تمد لنا يدير لنا ديتيكسيون تاع دي مالادي، وكي نديروا ديتيكسيون تاع لي مالادي تمد لنا فان اكزاكتومون واش لازم نمدوا لهم احنا الدواء، وهذه توفر لنا باش نقصوا الخسائر بالنسبه للمستثمر وبالنسبه للمستهلك تنقص لنا النسبه تاع لي مالادي. قامت كليه العلوم الدقيقه والاعلام الالي بجامعه حاسبه بوعلي بشلف بتنظيم هذه التظاهرة العلمية تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع، حيث قامت الكلية بتقديم ورشات علمية للطلبة ومعرض للكتاب آخر مستجدات الذكاء الاصطناعي، وقام الأساتذة كذلك بإلقاء محاضرات قيمة حول الذكاء الاصطناعي.